مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالمنهاج ونحن الحمد لله على ما يعني قدم وساق حتى ننتهي منه. سامحوني، بس أتتني رسالة، يعني في إخوة بيكلموني على رجل فيزيائي مات، بيتكلموا على سبحان الله، ما عجيب جدا. يعني الإخوة، كيف إخوة أصلا درسوا سلفيين ولهم باع وعمر مش فاهمين مسألة، بيقولون لا نحكم له بجنة ولا بنار. إيه الخيبة اللي إحنا فيها هذه؟ فين تأسيس العقيدة من 30 سنة؟ هذا الذي يقال فيه، يقال لا نجزم له بنار، ماشي، يقال لا نحكم له بجنة ولا بنار. طيب، عندما يكون متواجد أنا إن شاء الله سأجيبه، لو أحد يعرف رقمه أو يعرف كيف يصل له حتى أجيب الإجابة وهو موجود بإذن الله. سبحان الله، هل يصح هذا الكلام؟ الله المستعان. نعم، أي كافر نحن لا نجزم له بالنار ونقول هو مستحق النار، لكن لا يقال لا نحكم عليه بجنة ولا بنار، هذا خطأ مبين. طيب، احنا ما زلنا مع كتاب الشهادات، صحيح، وقفنا عند العدد. فصل: ولا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر. يعني بشاهد واحد، لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان. طبعا، لأنه قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم جاء العربي وقال له أنه رأى الهلال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله: تشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ فلما علم بإسلامه أمر الناس بالصيام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، قال المصنف: واشترط للزنا أربعة رجال. طبعا، مسألة الزنا لابد أربعة رجال، والمسألة فيها تشديد أكثر من ذلك، ليست المسألة واقفة على أربعة رجال فقط، بل المسألة واقفة على ما هو فوق ذلك. لأنه الأربعة يتفقون على أنهم رأوا وضعا معينا عن الرجل والمرأة بما لا شك فيه من أنه جماع. نعم، قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وللإقرار به، يعني بالزنا، للإقرار به اثنان في الأظهر كغيره من الإقرارات. وفي قول أربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماعز ورده أكثر من مرة حتى شهد عنده أربع مرات بأنه زنى. الحق أنه الإقرار مرة واحدة تكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان شاهدا عدل.
كما قال الله جل وعلا: واشهدوا ذوي عدل منكم او رجل وامرأتان، لعموم قول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فكان الأمر على عمومه إلا ما خصه الدليل. والحق أنه لا تثبت شهادة النساء وحدهن. أنا آسف يا شيخنا، نازل أكتوبر، معلش أنا آسف. ماشي، بوركت قال المصنف رحمه الله تعالى: ولغير ذلك، أي مما ليس بمال ولا يقصد منه مال، من عقوبة لله جل في علاه كحد شرب وقطع طريق أو القتل بالردة أو لآدمي، كانت عقوبة هي لله أو لآدمي كقصاص حد قصف، وما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجع وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعصار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة الرجلين، هذه كلها لا يصح فيها شهادة النساء، هذه كلها لا يصح فيها شهادة النساء. قال الإمام الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. السلام عليكم. وقول الإمام الزهري من السنة هو مرسل كما تعلمون، بينه وبين النبي مفاوز. نعم. وأما فيما يطلع عليه الرجال غالبا فلأن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع: في الطلاق والرجعة والوصية. نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة. حتى قال الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأيضا قال في الوصية: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لأن أشتري به ثمنا وكان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. وقال الزهري أيضا: من السنة، مضت السنة من رسول الله، كلام الزهري، أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يختص بمعرفته، وما يختص بمعرفته النساء أو لا، وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه سوى النساء، يعني لا يراه الرجال غالبا
فالأمور الخاصة كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب كرتق يعني المرأة يصعب جماعها يعني وقرن وبرص كل ذلك مما يستصعب جماع المرأة به وغيره سواء ما تحت الإزار وغيره مما لا للمحارم النظر إليه خاصة كما قال الإمام الماردي هذه كلها خاصة بالنساء يعني هذه كلها خاصة بالنساء لأنه لا يطلع عليها غير النساء أبي سامك حبيبي أبي حضرك بس قبلها بعشر دقائق تبلغني قبلها بعشر دقائق بس أنا شغال الآن فاهمني جيد قال يثبت بما سبق وبأربع نسوة قوله يعني يثبت بما سبق هذا أدخل معه شاهد العدل في هذا الباب لكن هذا لا يطلع عليه يعني خاصة إلا النساء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا هلا وأهلا وسهلا قال وبأربع نسوة أما النسوة المفردات فلقول الزهري مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن يعني هذا يصح أن تنفرد فيه المرأة مع أنه لا يجوز بحال من الأحوال في الشهادات التي جاز فيها للمرأة أن تشهد فيها أن تنفرد بحال من الأحوال يعني في مسألة الأموال لابد من رجل وامرأتين لابد ولا يصح أربع نسوة لكن فيما لا يطلع إلا عليه إلا النساء فيصح فيه أربع نسوة طبعا اعتبار الأربعة على أن الله تعالى قال بشاهد تكلم عن وأشهدوا ذوي عدل منكم والواحد بامرأتين شهادة الرجل بشهادة امرأتين فيكون المجموع أربعة نسوة يكون المجموع أربعة نسوة وطبعا في العيوب تحت الثياب هي العيوب الخفية العيوب تحت الثياب هي العيوب الخفية لكن العيوب الظاهرة كالوجه والكفين هذه تثبت بالرجال هذه لا تثبت إلا بالرجال لأنه يطلع عليها الرجال والحق بأنه الكلام على أن عيوب الكفين وعيوب الوجه لابد أن نقول هذا عندنا في المذهب على تخريجا على من يقول بأن الوجه ليس بعورة وأن مسألة النقاب ليس واجبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجلين ويمين وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين لما المهم أنه بالنسبة لثبوت الرجل وثبوت الأمر بالرجل والمرأتين أقوى من ثبوته بالرجل ويمين فإن كان لا يثبت برجل ومرأتين فمن باب أولى لا يثبت بالرجل واليمين وما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهذا حديث رواه 20 صحابيا فيعني المسألة نعم دامغة خلافة للأحناف وهذه في أمور المادية أمور الأموال إلا عيوب النساء ونحوها طبعا كما قلنا وعيوب النساء التي لا تطلع عليها النساء تجوز فيها شهادة النساء منفردات
أي فإنها لا تثبت برجل يمين لخطر أمرها بخلاف المال، لا تثبت إلا برجلين أو تثبت بنسوة أربع، ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين، وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ليقوي جانبه إذن فقط للشاهد، ويذكر في حلفه صدق الشاهد أي وجوبا، ولأن النبي قضى باليمين مع الشاهد. فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك، هذا نكول، وإن كان نكولا فالمسألة هنا تفصل مع الخصم هو الذي يقسم، لأنه قد يكون له غرض في التورع عن اليمين كما فعل عثمان بن عفان، كما فعل ابن عمر عندما طلب منه عثمان أن يقسم فأبى عليه ذلك، فإن حلف سقطت الدعوة. فإن نكل أي المدعى عليه فله أي للمدعي أن يحلف يمين الرد في الأظهر في مسألة النكول، كما لو لم يكن له إلا شاهد ونكل المدعي عليه، فإن المدعي أن يحلف ترد اليمين له، وهذا في الأظهر. والثاني لا، لأنه لا يمكنه الحلف مع شاهد، والصحيح أنه له اليمين. قال فصل: ولو كان بيده أمة وولدها يسترقها فقال رجل هذه مستولدتي عالقت بهذا في ملكي، يعني عالقت بالولد في ملكي، عالقت بهذا في ملكي، وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاد. لو حلف يبقى إذن الشاهد واليمين أيضا يؤخذ به هنا، فحلف ثبت الاستيلاد، لأن حكم المستولد حكم المال، والمال قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، والمال قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وإذا مات حكم بعتقها، حكم بعتقها بإقراره، لا نسب الولد وحريته في الأظهر. نعم، لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة، فيبقى الولد في يد صاحب اليد وهو الأظهر لا له، والثاني يثبتان تبعا لها فينزع الولد منه ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي. والصحيح أن القوة أنه في يده، تبقى في يده، هذا صحيح. قال المصنف: ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع وجود الشاهد، فالمذهب انتزاع ومصيره حرا. لما أصل هذه المسألة؟ أنا أريد أن أستفهم أصل المسألة من أين أتت. يعني هو الآن أخذ عبدا فقال له هذا حر، ليس بعبد، أنا أعتقته، ثم أنا أعتقته وأتى بشاهد وأقسم على ذلك، فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا كان حتى لو كان في يد الآخر. لما؟ لأن هذا الباب هو، لابد أن تعلم أنه باب الأموال، العبد يقوم مالا، والنبي قضى بالشاهد واليمين، والنبي قضى بالشاهد واليمين. وعندنا خلاف في المذهب، فمنهم من خرج فيه قولا من المسألة التي سبقت إنها شهادة بملك متقدم، ومنهم من قطع بالنص وفرق بأن المدعي عليه هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب عليه بخلاف الاستيلاد، وجعلها في أصل الروضة المذهب، وهو من تصرفه هو، يعني من تصرف الإمام النووي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه هو ولا يشارك فيه. المعنى هنا إذا 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 هنا أقاموا شاهدا وليس هناك شاهد آخر، وهي مسألة مادية، على التأصيل العام أن المسائل المالية تثبت باليمين وبالشاهد، فمن أقسم مع الشاهد استحق نصيبه، من أقسم مع الشاهد استحق نصيبه، يعني لو كانوا خمسة أقسم اثنان هما يستحقان نصيبهما بسهمهما، والبقية لا، حتى يقسموا على ذلك مع وجود الشاهد.
خرج بعضهم من الصلح قولا أن ما أخذه الحالف يشارك فيه من لم يحلف، لأن الإث ثبت على الشيوع وقطع بالجمهور بما نص عليه، وفرقوا بأن الثبوت هنا بشاهد ويمين، فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكلة بيمين غيره. وهناك ثبوت بإقرار المدعى عليه ثم يترتب عليه إقرار المصدق بأنه إرث. والصحيح الراجح أن من أقسم مع الشاهد هو الذي يستحق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل، أي حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف. قاله الإمام قال: فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة، لأنه الشاهد قد شهد، ما يبقى إلا القسم، فينتظرونه حتى يأتي فيقسم فيستحق بذلك. قال فصل: ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار. ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار، لأنه يصل به إلى العلم. نعم. من أقصى جهاته، وتقبل من أصم لحصول العلم له بالمشاهدة. والأقوال كعقد أو فسخ، أي وفسخ، يشترط سمعها وإبصار قائلها، لابد إذا كانت من الأقوال لابد من السماع، ولابد من رؤية القائل حتى يتأكد أن هذا هو القائل. ولا يكفي التسامع، لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالظن، ولا تقبل فيه شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئا. ولا يقبل الشهادة من أعمى من سداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات وإمكان التصنع فيها، لأنه صراحة تقليد الأصوات الآن بقى أيسر ما يكون. هناك برامج في الكمبيوتر تستطيع أن تأتي بأي صوت وتقلده، لذلك التسمع ومسألة إتيان بالأصوات في الهواتف كلها منخرمة، كلها قضائيا لا تساوي شيئا، لأن الآن كما قلت في برامج كمبيوتر، يعني برامج الكمبيوتر اللي تعرف بالفبركة، برامج كمبيوتر فيها فبركة، وبرامج أيضا فيها يعني تشبيه الصوت، الإتيان بالصوت. نعم. قال: ولا يقبل شهادة من أعمى لانسداد طريق المعرفة عليه باشتباه الأصوات وإمكان طبعا التصنع كما قلنا. نعم. إلا أن يقر في أذنه، أي بطلاق أو اعتاق أو مال، فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح، طبعا لحصول العلم هنا بأنه المشهود عليه. والثاني: لا يقبل حسما المادة، وهذا الذي أدين الله به، يعني مع أن الصحيح أنه يقبل والحق أنه لا يقبل. الله أكبر، كيف أشكر حضرتك، أنا أشكر حضرتك جدا، جزاك الله عنا خير الجزاء، صلى الله عليك. وأصل النزاع بين الصحيح وبين مقابله هو إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه بأذنه وضبطه، يعني كلمه في أذنه وضبط صوته، فيمكن أشهد عليه. الصحيح أنه ليس له ذلك حسب المادة وسد الذريعة. قال: ولو حملها بصير ثم عمي شهد، ولو حملها بصير ثم عمي شهد، إن كان المشهود له وعليه معروف الاسم والنسب لحصول العلم، وكذا لو عمي ويد المقر في يده
فشهد عليه كمعروف الاسم والنسب، وإلا ما يكون كذلك لم تقبل شهادته، لأنه لابد أن يكون علم، لأنه لا يصح بحال من الأحوال الشهادة إلا بعلم. وفي حديث، ولكن الحديث ضعيف، يعني الحديث هذا ضعيف ضعيف، لو استطعت أن تشهد على مثل هذا يعني الشمس فاشهد، ولكن لم يصح. نعم. وأيضا تقبل شهادة الأعمى فيما شهد فيه بالاستفاضة، يعني كالموت وغيره، له أن يعني خاص أمر المستفيد له أن يشهد فيه. وقد تقبل أيضا في الترجمة. نعم. قال: ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شاهد عليه في حضوري إشارة، وعند غيبتي وموتي باسمي ونسبه لحصول التمييز بذلك، يعني عالم وخلاص. فإن جهله ما يعني اسمه ونسبه لم يشهد عند موته وغيبته. لما؟ لأنه ما في علم عند الاشتباه. قال المصنف: ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها، لأن قلت الأصوات تختلف، والأصوات أيضا تتقارب، والأصوات يمكن تقليدها، يسهل جدا تقليد الأصوات. يعني يشهد أن فلان مات، شهد جنازته وصلى عليه وصلى عليه الناس، هذا المعنى. ولا يصح تحمل شهادة على المنتقبة اعتمادا على صوتها، طبعا اشتباه الأصوات كما قلنا. فإن عرفها بعينها وباسم النسب جاز ذلك، أي يتحمل الشهادة ما دام قد عرفها وعرف عينها، ولا يضر النقاب، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر. قال المصنف: والعمل على خلافه، على أنه يجوز التحمل عليها بذلك، لأنه إحنا قلنا بأن الشهادة على الشهادة صح أيضا وستأتي. قال جماعة: ويكفي واحد سلوكا به مثل مسلك الأخبار. وقال الشيخ أبو حامد: إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان جاز التحمل، ويشهد على اسم ويشهد على اسمها ونسبها عند الغيب، يعني هو يشهد ما دام قد علم، لأننا نتكلم على أساس أنه إذا شهد على عين يعلم بذلك. نعم. قال المصنف: ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل، سجل القاضي بالحلية لا بالاسم والنسب، بالحلية لا بالاسم والنسب ما لم يثبتها. ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة، فإن نسب الشخص لا يثبت بإقراره، نسب الشخص لا يثبت بإقراره. قال: ولو الشهادة بالتسامح على نسب من أب أو قبيلة، يعني استفاض في الحي أن هذا زيد ابن عمير فيثبت النسب بالاستفاضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لا يدرك بطريق القطع بل بالظاهر، فلا يكلف فيه القطع كلا يمتنع، ده هذا صحيح، والاستفاضة تكفي. وإن لم يعرف المنسوب إليه، وكذا أم في الأصح، أي كالأب إذا أثبتنا النسب فنثبت أيضا الأم بها. وقيل: لا تصح الشهادة هنا بالاستفاضة أو بغيرها، لما؟ لأنه يمكن رؤية الولادة، وأيضا الشهادة على موت وموت على المذهب لأنها تلحق بالنسب. الطريق الثاني نوع على الخلاف في الولادة وما في معناها، لا يمكن فيه المعاينة. قال المصنف: لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح، لأن هذه الشهادة على هذه لا تقبل. لما؟ لأن رؤيتها متيسرة. قال المصنف: قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز، والله تعالى على وعلم.
طبعا هذا لأن الحاجة داعية إليه. قال وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. هو يقع العلم أو ظن القوي بخبرهم ولا يكفي عدلين فقط، لا يكفي بقول عدلين. وقيل يكفي سماعه من عدلين كما يجوز الحاكم بشهادتهما، ولا تجوز الشهادة كما قال المصنف، ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد. طبعا هو اليد قرينة، وجود اليد قرينة، لكن لا يستلزم منها الملك. وجود اليد قرينة، إن وجدنا هذه المحفظة في يد زيد فهذه قرينة أنها له، إلا أن يدعي أحد خلافه ويعلم مواصفاتها وهو لا يعلم المواصفات. ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد أو بمجرد يد، كما قلنا لأن اليد لا تستلزم في الغالب الملك. وقيل يجوز، نعم يجوز أن يشهد له باليد إذا رآه في يده مدة طويلة، والتصرف لا يفيد جواز الشهادة على الملك أيضا. فإن اجتمع اليد والتصرف فقد، يعني هنا إن كان بيد وتصرف، هنا يقول هو المصنف ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الأصل. يعني إن اجتمع التصرف مع اليد وكانت المدة طويلة صحت الشهادة، وإلا فلا، لأن امتداد اليد والتصرف من غير منازعة لمنازع يغلب الظن، يغلب ظن الملك والثاني المنع، لأن الغاصب والمستأجر والوكيل أصحاب يد وتصرف. فإن انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إلى إجازة الشهادة قطعا. وطول المدة وقصرية أرجع فيها للعرف، يعني اليد مع التصرف مع طول المدة هنا يشهد له. فطول المدة كم؟ سنة، سنتين، ثلاثة. الصحيح أن طول المدة العرف يحكمه. قال المصنف وشرطه، يعني التصرف المعتبر في هذا الباب، وشرطه تصرف ملاك من سكنة وهدم وبناء وبيع، يعني يتصرف تصرف المالك، يخرج هذا الأجير، يبطل عقده، يقبل هذا، يهدم، يبني، هذه كلها تصرفات فرع عن الملك. وأيضا الرهن، أن هذه الأمور ظاهرة في إثبات يد، والإجارة كذلك. وتبنى شهادة الإعسار كما قال المصنف، وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضافة، أي بأن يراق في خلواته لأنه مما يشاهد ويعصر الاطلاع عليه. وشرط شهيده خبرة باطنة كما سلف في الباب الذي تكلمنا عنه في باب الشهادات. قال فصل تحمل الشهادة فرض كفاية. فصل تحمل الشهادة فرض كفاية. نقف عند هذا. الحمد لله. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل على الأصول، أصول الفقه. الأخ اللي هو بيقول ضحية الزمن أو الأخت، ما حكم الزوج الذي يسجل مشكلة بينه وبين زوجته؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك إلا إذا استأذنها فأذنت له، ولا يجوز لها هي ذلك. وبعدين هنا بقى الجاسوسات الكبر بالنسبة للنساء في هذا الباب، لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لا يجوز لها أن تتجسس عليه
ولا أن تسجل له، لا يجوز له ذلك. مسائل الضرر الذي يقع الإنسان أبا الوليد، هل في أسئلة أخرى؟ كان الله في عونك. ربي يرضى عنك يا عبد الرحمن رضي الله عنك. طيب أنا أجبت عن هذه تقليد الأصوات والفبرك، خلاص ما نعم هذا هو. طبعا المجنون أصلا لا نعم هو المجنون لا يملك، تعلم أنت ذلك، الوصي الذي يملك هذا ذلك. إن كانت المسألة وقف على يمينه فيوقف نصيبه.